أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا. يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته. أعجمي وعربي. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء
قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم إني أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفيه وتمده بالصحة والعافية اللهم لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك إنك على كل شيء قدير رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم ألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجلا يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك بكل اسم لك أن تشفيه اللهم اشفه اللهم آمين لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله الذي لا إله إلا هو وهو للحمد أهل وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 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 اللهم اشفه شفاء ليس بعده سقما أبدا اللهم خذ بيده اللهم احرسه بعينك التي لا تنام واحفظه بعزك الذي لا يضام واكلأه في الليل والنهار وارحمه بقدرتك عليه أنت ثقته ورجاؤه يا كاشف الهم يا مجيب دعوة المضطرين
اللهم ألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجلا يا أرحم الراحمين. اللهم يا مسهل الشديد وملين الحديد ويا منجز الوعيد ويا من توكل كل يوم في أمر جديد. أخرج مرضانا ومرضى المسلمين من حلق الضيق إلى أوسع الطريق. بسم الله أرقيك والله يشفيك والله يعيذك والله يعصمك والله يحفظك. بسم الله أرقيك من وساوس الصدر وشتات الأمر. بسم الله أرقيك من الأمراض والأوهام. بسم الله أرقيك من نزغات الشيطان ومن الأسقام. بسم الله أرقيك من الكوابيس ومن مزعجات الأحلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويشف صدور قوم مؤمنين ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا. يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل
إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم إني أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفيه وتمده بالصحة والعافية اللهم لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك إنك على كل شيء قدير رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم ألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجلين يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك بكل اسم لك أن تشفيه اللهم اشفه اللهم آمين لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله الذي لا إله إلا هو وهو للحمد أهل وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك اللهم اشفه شفاء ليس بعده سقما أبدا اللهم خذ بيده اللهم احرسه بعينك التي لا تنام واحفظه بعزك الذي لا يضام واكلأه في الليل والنهار وارحمه بقدرتك عليه أنت ثقته ورجاؤه يا كاشف الهم يا مجيب دعوة المضطرين اللهم ألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجلا يا أرحم الراحمين اللهم يا مسهل الشديد وملين الحديد ويا منجز الوعيد ويا من توكل كل يوم في أمر جديد أخرج مرضانا ومرضى المسلمين من حلق الضيق إلى أوسع الطريق بسم الله أرقيك والله يشفيك والله يعيذك والله يعصمك والله يحفظك بسم الله أرقيك من وساوس الصدر وشتات الأمر بسم الله أرقيك من الأمراض والأوهام بسم الله أرقيك من نزغات الشيطان ومن الأسقام بسم الله أرقيك من الكوابيس ومن مزعجات الأحلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويشف صدور قوم مؤمنين ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين
وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم إني أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفيه وتمده بالصحة والعافية اللهم لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك إنك على كل شيء قدير رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم ألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجلا يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك بكل اسم لك أن تشفيه
اللهم اشفه، اللهم آمين. لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الحمد لله الذي لا إله إلا هو، وهو للحمد أهل وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، 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 أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. اللهم اشفه شفاء ليس بعده سقما أبدا، اللهم خذ بيده، اللهم احرسه بعينك التي لا تنام، واحفظه بعزك الذي لا يضام، واكلأه في الليل والنهار، وارحمه بقدرتك عليه، أنت ثقته ورجاؤه يا كاشف الهم، يا مجيب دعوة المضطرين. اللهم ألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجلا يا أرحم الراحمين. اللهم يا مسهل الشديد وملين الحديد، ويا منجز الوعيد، ويا من توكل كل يوم في أمر جديد، أخرج مرضانا ومرضى المسلمين من حلق الضيق إلى أوسع الطريق. بسم الله أرقيك، والله يشفيك، والله يعيذك، والله يعصمك، والله يحفظك. بسم الله أرقيك من وساوس الصدر وشتات الأمر، بسم الله أرقيك من الأمراض والأوهام، بسم الله أرقيك من نزغات الشيطان ومن الأسقام، بسم الله أرقيك من الكوابيس ومن مزعجات الأحلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين،
ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد.
اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم إني أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفيه وتمده بالصحة والعافية اللهم لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك إنك على كل شيء قدير رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم ألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجلا يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك بكل اسم لك أن تشفيه اللهم اشفه اللهم آمين لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله الذي لا إله إلا هو وهو للحمد أهل وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 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 اللهم اشفه شفاء ليس بعده سقما أبدا اللهم خذ بيده اللهم احرسه بعينك التي لا تنام واحفظه بعزك الذي لا يضام واكلأه في الليل والنهار وارحمه بقدرتك عليه أنت ثقته ورجاؤه يا كاشف الهم يا مجيب دعوة المضطرين اللهم ألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجلا يا أرحم الراحمين اللهم يا مسهل الشديد وملين الحديد ويا منجز الوعيد ويا من توكل كل يوم في أمر جديد أخرج مرضانا ومرضى المسلمين من حلق الضيق إلى أوسع الطريق
بسم الله أرقيك، والله يشفيك، والله يعيذك، والله يعصمك، والله يحفظك. بسم الله أرقيك من وساوس الصدر وشتات الأمر. بسم الله أرقيك من الأمراض والأوهام. بسم الله أرقيك من نزغات الشيطان ومن الأسقام. بسم الله أرقيك من الكوابيس ومن مزعجات الأحلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء، والله عليم حكيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. الذي خلقني فهو يهدين،
والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم إني أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفيه وتمده بالصحة والعافية اللهم لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك إنك على كل شيء قدير رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم ألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجلا يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك بكل اسم لك أن تشفيه اللهم اشفه اللهم آمين لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله الذي لا إله إلا هو وهو للحمد أهل وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 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 أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك
اللهم اشفه شفاء ليس بعده سقما أبدا. اللهم خذ بيده، اللهم احرسه بعينك التي لا تنام، واحفظه بعزك الذي لا يضام، واكلأه في الليل والنهار، وارحمه بقدرتك عليه، أنت ثقته ورجاؤه يا كاشف الهم يا مجيب دعوة المضطرين. اللهم ألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجلا يا أرحم الراحمين. اللهم يا مسهل الشديد وملين الحديد ويا منجز الوعيد ويا من توكل كل يوم في أمر جديد، أخرج مرضانا ومرضى المسلمين من حلق الضيق إلى أوسع الطريق، بسم الله أرقيك، والله يشفيك، والله يعيذك، والله يعصمك، والله يحفظك. بسم الله أرقيك من وساوس الصدر وشتات الأمر، بسم الله أرقيك من الأمراض والأوهام، بسم الله أرقيك من نزغات الشيطان ومن الأسقام، بسم الله أرقيك من الكوابيس ومن مزعجات الأحلام.